بسمة صدمت شادي وكسرت قلبه. حصل لدرجة ان هم يعني قاعدين جنب بعض دلوقتي عاملين نفسهم ان هم كول وكل حاجة. بس انا وشي احمر. انت موضوع انت شايل في نفسك. اتأثرت مش كده؟ لك طارق اتأثرت. مظبوط مظبوط. طيب ايه رأيكم بقى في الاسئلة التقليدية؟ يا ترى انتوا صحاب برا الشغل زي ما انتوا صحاب جوا الشغل؟ حلو السؤال ده. ده انا اتفاجئت. ده مش ده التقليدي خالص. لا طيب هروح انا كبهير مبهرت. مريهان قلتي لي ان انتوا في وسط التصوير. طيب شريف باير من شويه قال لي ان المخرج الاستاذ اسد ربنا يكرمه كان مشترط عليكم تقريبا ان انتوا تخرجوا مع بعض وتتعايشوا كاسره او كيعني اصحاب. بس ايه المواقف اللي ممكن تحكيها لنا اللي لا يمكن تنسيها؟ لا هو فعلا احنا يعني دخلنا نصور يعني قبل ما نصور يعني قبل ما يستقروا علينا ما كناش صحاب. بقينا صحاب جدا لدرجه ان احنا في التصوير يعني انا شخصيا كنت بقعد اضحك على كل حاجه بيقولوها يعني كاني بطبل لهم بجاملهم. كل ما حد يقول حاجه اضحك. وبعدين كان في مشهد فاكراه بيعمله رامز امير. كان عنده مشهد هو لسه ما اتعرضش يعني بيطلع صبي علمه. المشهد ده هو بيصوره رامز انا كنت واقفه له يعني هو باصص لي طول الوقت بقول له ايوه اعمل كده بقى ايوه كده وكده هو عمال يقلدني يعمل زيي وانا اصلا هموت من الضحك على اللي هو بيعمله. فده مشهد انا بحبه قوي بحب كواليسه يعني لان انا تقريبا كنت قاعده بعمل الحركات اللي هو يعمل زيها لانه مش عارف الستات بيعملوا ايه. ايوه فانت يعني بتدعميه بقى علشان هو يعني يتفوق في الاداء. يعني حتى المشاهد اللي ما كنتش بكون موجوده فيها كنت بحب اقعد معاهم واتفرج عليهم لان فعلا حبيتهم كاننا واحد بقى بالنسبه لي كلنا واحد واي حد يقول افيه يعني كان التاني قاله مش فارق مين اللي بيقوله خالص. طب ده كلام جميل. وهسال برضو كل الزملاء على مواقف قابلتهم. بس قبل ما اسالهم عايز اسالك انت شايفه ازاي وظيفه المراسله دي؟ انت كنت شايفاها ازاي في الدور؟ لا يعني المراسله بالنسبه لك يعني عندنا مثلا في البرنامج عندنا مراسلات كتير عندنا رضوى ولميس وداليا عندنا يعني صحفيات شاطرين جدا وموجودين في الاحداث وبميت راجل طبعا. فانت برضو يعني كنت شايفة المراسلة المفروض تبقى عاملة ازاي؟ هي في الواقع حاجة والشخصية اللي انا كنت بقدمها حاجة تانية. لان هي فاشلة الشخصية اللي انا بقدمها هي فاشلة. سوري كانت وهم اصحابها انها مذيعة مشهورة. وهي يعني في الاخر بتعمل حاجة صغيرة في محطة وحاجات تافهة جدا وحاجات بيدوها الحاجات اللي هي بسيطة وتافهة فهي مفهمهم انها كانت مذيعة يعني مهم. فلما شافوها اول مرة في على انها يعني قالوا يعني بتضحك علينا يعني شافوها بقى فعلا في شغلها هي يعني هامشيه واحد بينط من عماره فتروح تصوره يعني تقف قدام عربيه كبده تقول لي كبده هوها ومش عارف ايه وبتتكلم كان الموضوع مهم والموضوع تافه جدا. ولسوء حظها هم المره الوحيده اللي شافوها فيها كلهم كانت بتقع من فوق حنطور وتنزل في الطين وتصوت ومش عارف ايه تعمل حاجات كده. دي المره الوحيده اللي اتشافت فيها فضيحه. اتفضحت هي مره واحده. لكن هي مش مراسله صحفيه حقيقيه يعني في الحقيقه المراسله الصحفيه دي يعني شغلها مهم جدا وهي تعتبر جندي مش مجهول بس بتعمل جزء كبير جدا ما بتبقاش موجوده في استوديوهات بس بتنقل الواقع في الشارع فهي عليها شغل مهم جدا وبتكون في احداث حقيقيه ومهمه. لكن الشخصيه بسمه كانت تافهه يعني.